السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم غزة رجاء. تنتمنى اللي ما ابونيش معايا يتابونا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ولايكيو الفيديو ديالي وخليوا لي تعليقات ديالكم واقتراحات ديالكم اللي كتشجعني باش نقدم لكم المزيد والمزيد. عندي بزاف ديال الحوايج اللي تعلمتهم وبغيت نتقاسمها معاكم. حفزوني باش ان شاء الله هذه القناه ديالي تطلع وباش الاستفاده تعم ان شاء الله. هاد النهار كما كتشوفوا خرجت وليداتي، ديتهم لهاد البارك ديال لا فونتين ماري روز، واحد البارك اللي زوين بزاف بزاف. وكما كتعرفوا الانسان خصو لابد على الاقل مره واحده في السيمانه يخرج يبدل الجو، يجدد الطاقه ديالو باش النفسيه ديالو كترتاح، وكي باش كيلقى الجهد والنفسيه باش يستقبل اسبوع جديد. وكذلك الاطفال حتى هما راه عندهم واحد الطاقه هائله، تخصهم يلعبوا، تخصهم يجريوا، تخصهم يفرغوا داك الطاقه ديالهم. وإلا ما فرغوش داك الطاقه ديالهم راه داكشي كيرجع لهم بامراض نفسيه وعصبيه، وهادشي اللي ولينا كنلاحظوا على وليداتنا كاملين في هاد الايام. في هاد يعني هاد الوقت هذا بزاف ديال الاباء اللي تيتشكاو من العصبيه ومشاكل نفسيه ديال الاطفال، لان الاطفال دابا ديالنا ما بقاوش كيلعبوا، ما بقاوش كيتحركوا، الاكثريه تيدوزوا داك النهار ديالهم كامل مقابلين داك لورديناتور ولا تابلت ولا التليفون. شادي نقول لكم هادشي راه ماشي مزيان للصحه ديال الطفل والنمو السليم ديال العقل ديالو. من اجل النمو السليم للطفل، الطفل راه خصو يلعب، لان هذاك اللعب راه تيساهم في التنشيط ديال العقل والدماغ ديال الطفل. كما قلت لكم الاطفال اللي ما كيتحركوش بزاف واللي ما كيلعبوش تيكون عندهم مشاكل في السلوك ومشاكل في النفسيه، وتيكونوا حركيين بزاف وتيتعصبوا بزاف، لان الطفل اللي تيتحرك وتيلعب هذيك الحركه راه الجسم كيرسل مساجات ولا رسائل للدماغ، ولهذا الدماغ تيكون نشيط وتيتحرك وتيخدم. ماشي بحال واحد الانسان، ماشي بحال الطفل اللي تيكون هي جالس وما تيتحركش بزاف، وزياده على داك الالعاب الالكترونيه اللي كتعصبهم بزاف بزاف. ما نكثرش عليكم في الهضره بزاف، ونخليكم تستمتعوا بهاد المناظر الطبيعيه. Thank you.